الصمت لدى اللاعبين كما ترى، هما لاعبين جالسين وسط وسط الملعب، لا احد يريد ان يتحمل المسؤوليه، سواء اللاعبين الذين سيخطفون لا يريد ان يتحمل المسؤوليه، لكن هذا امر واقع، لا بد من قذف، لا بد من لاعب ان يقذف الكره في شباك المرمى من اجل انتهاء هذه المقابله بالفوز احدى الفريقين، سواء فريق جامعه ارزان او فريق جامعه تيزت. نعم الضربات الترجيحيه وضربات الحظ ننتظر ضربات الحظ كما قال ممكن ان نشاهد بين فريق ايران بطل واحد هو تيزت او جامعه ارزان الضربات الترجيحيه. الان الضربات الترجيحيه تكون صعبه على اصحاب القلوب الضعيفه، مباراه الترجيحيه ابكت الكثيرين افرحت الكثيرين حتى نحن. نقول زياش علاش ما خليتي المسافة هذا معاهم ضربات الترجيحية دائما حتى لاعبين الكبار ضيعوا ضربات الترجيحية عندما نتحدث عن ضربات الترجيحية الأصولية والمنتخب الإيطالي في المونديال أمام البرازيل أمام سيريساو السيريساو وما أدراك ما سيريساو راكزين السامبا أمام الفريق المنتخب الأزوري وزراء الدفاع المنتخب الإيطالي ضيع روبرتو باتشي رغم أنه لاعب كبير إلا أنه ضيع ضربة جزاء دوري الجامعات لصالح منتخب البرازيل. والعديد 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 من الاسماء ان شاء الله الاخر غادي نقربوا ان شاء الله الى بداوا العديد من الاسماء الكرويه بلا زياد ان شاء الله غادي نقربوا حتى بدا هذا البرازيل مباشره هنا في بلاد الحين وضربت الاولى لتنزل عصفور الاحلام يجرم يجرم الحرج يا الله 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 يا
شان تنزل خمسه الرابعه. اذا مبروك نتيجه، مبروك لجميع اعضاء، مبروك لجامعه تنزل هنا، مبروك للمجتمع المدني، عليكم مبروك عليكم الكريم. هنا حضور اللاعبين الدوليين رشيد روكي وعسيله وافضل. مرحبا بكم الجمهور الكريم، الجمهور الكريم الذي يكون عندنا شويه الساحه، الجمهور الكريم. اذا غنبداو البدايه. اذا شكرا للجمهور، شكرا للاعبين، شكرا للجميع. اذا مبروك لجماعه الزرت، ومبروك كذلك لجماعه رزان على احتلالها الرتبه الثانيه امام 18 جماعه. اذا اخواني الاعزاء، اخواني الاعزاء، بعد نهايه المقابله وبعد تتويج فريق جماعه تنزرت الفريق الجماعه المنظمه، ننتقل الى عمليه توزيع الجوائز وتوقيع الاتفاقيات. اتفاقيه شركه سوف يتم توقيعها بين فريق شباب المحمديه والاتحاد الرياضي لتنزرت حول الدعم الرياضي للجمعيه الرياضيه. فننادي على السيد رئيس الجمعيه الاتحاد الرياضي تنزرت عبد الرحمن ايتوحنا تفضل عبد الرحمن، وكذلك ممثل فريق شباب المحمديه السيد رشيد الروكي اللاعب الدولي المشهور رشيد الروكي. اتفاقيه شركه المقابلة أساسية جرى بين الفريقين بمدينة المحمدية. إذا هنيئا لفريق جماعة تنزرت، شكرا للسيد رشيد الروكي. إذا مبروك لفريق جماعة تنزرت. اتفاقية الشركة سوف توقع بين رئيس الاتحاد الرياضي إبراهيم وحمى رئيس الاتحاد الرياضي لتنزرت والسيد رشيد الروكي ممثل فريق الشباب المحمدية. إذا اتفاقية شركة حول المقابلة الودية التي تجمع بين الفريقين بمدينة المحمدية من أجل كسب التجربة الرياضية في كرة القدم، خاصة وأن فريق شباب المحمدية هو السباق إلى الميدان، له تجربة كبيرة وأنتجت عدة لاعبين من بينهم اللاعب المرموق رشيد الروكي الحاضر معنا والذي نور هذا العرس الرياضي الجميل الذي احتضنته ملعب ويل مساكين بجامعة تنزرت. إذا ها هو أمامكم عبد الرحمن وحمان إتوحمان الذي وحمان عفوا وحمان إبراهيم أسار منذ البداية على تنظيم هذا الدوري لشركة مع جماعة ومنتدى الرياضة منتدى الثقافة والفن بجامعة تنزرت. معنا السي عبد الرحمن السي إبراهيم إتوحمان رئيس الاتحاد الرياضي تنزرت، ومعنا كذلك السيد رشيد الروكي. إذا توقيع مراسم توقيع الاتفاقية بين رشيد الروكي وابراهيم ايتوحمان. تعمل اللجنة التقنية للدوري على اختيار فريق من لاعبي الفرق المشتركة بالدوري. يتكلف الاتحاد الرياضي بمصاريف تنقل اللاعبين إلى ملعب شباب المحمدية إضافة إلى مصاريف تأمين الفريق خلال المقابلة. يعتز فريق شباب المحمدية على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء مقابلة ودية بينه وبين فريق قطب أولى الرحيل. إذا المقابلة قطبية ودية ستجرى بين فريق شباب المحمدية ومع قطب أولى الرحيل الممثل من طرف فريق جماعة تنزرت. والكلمة بهذه المناسبة لرئيس الاتحاد الرياضي بتنزرت إبراهيم الرحمن، فتفضل مشكورا. أولا السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بجميع الضيوف الكرام باسم الاتحاد الرياضي. رجعوا له رجعوا له شوية الله يحفظك، حبيبي رجعوا له شوية. على هذه الاتفاقية كما نشكر رجعوا ارجعوا له ارجعوا عامل صاحب الجلالة على إقليم تلوجنت لهذه الفكرة، فكرة القطب. كما نشكر رئيس الدائرة وقائد قيادة سيدي عبد الله موسى، كما نشكر رئيسنا السي عبد الرحيم الذي نجح في كل شيء وها هو اليوم المرهي نجاحه في الرياضة. كما نشكر جميع رؤساء الجماعات الحاضرين معنا وجميع الفرق التي حضرت لهذا العرس الكروي. كما نشكر السيد الباشا، كما نشكر السي الحاج الطاهري والسي محمد بن رحيم
والجميع، وكنشكر جميع الجماهير التنزيلتيه وجميع الجماهير الإيرازانية التي حجت اليوم واعطتنا صوره عن الجمهور الحضاري، وكما نشكر الفريقين يعني الحمد لله اليوم كسبنا فرق وكسبنا، وكنتمنوا ان شاء الله من المسؤولين باش يشوفوا في هذا الدراري هذا عندنا الحمد لله الخام هو هذا يعني كتنقصنا الامكانيات، كنتمنوا ان شاء الله باش تكون هذه بدايه ثانيه لانطلاق الرياضه في تنزلت. وكنشكر جميع الحضور من قوات مساعده من الدرك الملكي، واللي نسيتو يسمح لي، جزاكم الله بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ابراهيم احنا رئيس الاتحاد الرياضي لتنزرت، مبروك لفريق تنزرت، شكرا على دعمك لهذا الفريق. ننتقل الى الهدايا، ومعنا اللاعبين المشهورين حسن عسيلة ورشيد الركي، ويسلم له السيد محمد بن رحيم، فليتفضل مشكورا حرقه كبير حسن عسيلة. اذا مبروك على حسن عسيلة، شكرا. اذا الجمهور لازلكم بخير، شنو هاد النظام؟ عطينا واحد 400 درهم لازلكم بخير. الله يهديكم، راه كتخسروني انا، كتخسروني هادشي، راه هادشي درتو لينا في هذه كذلك اللاعب الارسالي الكبير.